أنا اسمي إيهاب زينة، بالعمو للأستاذ ضياء. أول شيء مبروك كمان عن التخرج. القصيدة اللي بدي أقولها أنا هي مقتطفة اقتطاف من معلقة لامرؤ القيس الكندي. طبعا أنا ما حقول القصيدة كلها، أنا أخذ منها مقتطفات يعني سريعة. بيقول فيها: غضوض عضوض الحجل لو أنها مشت به عند باب السبسبيين لانفصل، فهي هي وهي هي ثم هي هي وهي وهي من لي من الدنيا من الناس بالجمل. فلا لا ألا إلا لآلاء لابث، ولا لا ألا إلا لآلاء من رحل. وكاف وكف كاف وكفي بكفها، وكاف كفوف الودق من كفها انهمل. فلو لو ولو لو ثم لو لو ولو ولو دنا دار سلمى لكنت أول من وصل. وفي في وفي في ثم في في وفي 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 وجنتي سلمى أقبل لم أمل. وعن عن وعن عن ثم عن عن وعن وعن أسائل عنها كل من سار وارتحل. ولو لو ولو لو ثم لو لو ولو 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 دنا دار سلمى كنت أول من وصل. وسلسل وسلسل ثم سلسل وسل 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 دار سلمى وربوع فكم أسل. وشنصل وشنصل ثم شنصل عشنصل على حاجبي سلمى يزيل من المقل. حجازية العينين شامية الخطى عراقية الأطراف نجدية الكفل. فقلت لها: من أي القبائل تنسبي كيما أقول في شعري أو أسل؟ قالت: أنا كندية عربية. قلت لها: حاشا وكلا وهل وبل. قالت: أنا رومية أعجمية. قلت لها: ورخيز بي خوش من قزل. ولعبتها الشطرنج خيلي ترادفت، وراودتها رخ بالشاه على عجل. وكان لعبي معها كل دست بقبلة، أقبل ثغرا كالهلال إذا أفل. فقبلتها 99 قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل. وعانقتها حتى تقطع عقدها، حتى فصوص العقد من جيدها انفصل. وقلت أنا لسامعها: هل وعيت شيئا يا أكل البصل؟ شكرا.